المعروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ما كان يمتطي ظهر فرش. قالوا له يا ابا الحسن لماذا؟ يعني انت الان الناس عادة ركوبهم المخير هو الخيل، ليش انت ما تمتطي ظهر الفرش؟ قالوا هم يركبوها لواحدة من اثنين، يو يلحقون عليها مدبر اذا نزلوا بالشاحة، اذا طبوا الى ساحة الحرب يركب الخيل يركب الفرس او الحصان حتى يلحق الهارب او يهرب ممن يريده. انا لا اهرب ممن يريدني ولا الحق الهارب لما اتبع المدبر. وفعلا اتشي كان، فعلا كان يوم قالوا له، قالوا له شو تلبس درع صدرا لا ظهر لها، ليش ما تلبس درع كامل؟ قالوا لماذا؟ قالوا له يمكن يجيك واحد من ورائك يطعنك. قال لا ابقى الله علي، انا ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي. شو وصل لهناك؟ ها؟ وفعلا هذا اللي كان، هكذا هو فعلا هذا اللي كان. على اي حال يعني الواقع هو هذا الرجل اذا تمر بي ما تلقى جانب من الجوانب، هي هاي الظاهرة اللي تلفت النظر، ما تلقى عند جانب من الجوانب يقل عن الجانب الاخر. مشاهدة لما الان تمر، يعني الان لما تمر بعظماء الدنيا عظماء التاريخ تلقى واحد تميز بالكرم لكن ما عنده شجاعة، واحد تميز بالشجاعة لكن ما عنده كرم، واحد تميز بالاثنين لكن ما عنده عقل ونضوج، واحد تميز بالثلاثة لكن ما عنده مجد. هذا الرجل من اين تأتي اليه؟ ما تجد خصلة تقل عن الاخرى، تتشامت عنده المكارم والانجازات على حد سواء. يعني لا تكاد تبحث عن وسيلة من وسائل المجد او العنفوان او البطولة الا وتجدها الى جانب الثانية على حد سواء. هذه الظاهرة يعني ما تميز بها هذا الرجل، مما تميز بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة ألا تقل عنده مكرمة عن مكرمة.